هذا المكان وياكم بدجلة، هذا المكان الفرات. شفتوا شنو صار؟ دجلة والفرات أصبحت شط العرب. إذا 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 ضربك أو تجاوز عليك الإيراني، شنو دور الحكومة من العراقي؟ ما أبد ما حد يقرح، ما حد يوقف لك ولا حد ينقذك. أنا الآن متواجد بآخر نقطة فاصلة ما بيننا وما بين الجانب الإيراني. هسه أنت جاي محمد سمج جاي، أي طبق عليك الدوري الإيراني خذاك ومشي بدون أي سبب. مشاهدينا الكرام، أنا وصلت الآن لأهم مكان في العراق، هو مكان الطريق المؤدي إلى الزبير. تدرون هذه اللي أمامي هي مو بحيرة؟ شوفوا هذا النفط الأسود، شوفوا الخير وشوفوا الجوع. أنا قدرت أحصل على حصتي، هاي حصتي. شفت النفط؟ من العشرينات هنا هنا بالزبير، قلنا عندنا بيوت هنا بالزبير، وإحنا للزبير قاعد نشوف البيت هذا. بسبب انتشار هذه الحالة وحالة التعاطي والمخدرات والترويج والمتاجرة بهذا الأمر. أثير الحركات جاي يشغلونه، ما الظاهر عندهم اتصال مهم، خابرهم أنت وبلغهم بالواجب الطالعين فيه. وعنده اصرار على انه هو ما يسلم نفسه. احنا هسه لزمناه المتروسات، ايش قد تريد نسبه؟ تخلي لك هذا غالي. هذا كلام الناس، سجل نفوس العراق التي ازهقت في الحياه.